بداية نتشكر سيادة المحاضر، نتشكر الأخت الدكتورة مشيرة أبو غالي والمجلس على هذه المبادرة الرائعة. حقيقة أن مصر سيكلوبيديا، أينما تذهب تكتشف صفحات جميلة من التاريخ. اليوم ازدادت نورا، طبعا هي منورة معالي الوزير طبعا من ساعة ما جالنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نشتغل مع المستشار محافظ القيوم. أنا سعيدة جدا بهذه الزيارة. كثير زرت مصر، لكن ما لي وصارت لي فرصة أني أحضر للفيوم إلا بهذه الزيارة. بدنا نشكر معالي المحافظ على هذا الزيارة الرائعة. فنحن في الأول كنا قد جئنا هنا في الفيوم في مهرجان كان بعنوان الطيارة الورقية، وبالتالي زرنا الفيوم من قبل ورأينا الفيوم، ولكن لم نرى الفيوم كمثل هذا المرة. والله أنا يعني لا أجد كلمات أعبر بها عن ما سمعته من حضراتكم اليوم. الشعب العربي المحترم، الشعب العربي الشقيق، كل التحية لحضراتكم، وبالأصالة عن نفسي وعن شعب محافظة الفيوم وشباب محافظة الفيوم، أرحب بكم للمرة المليون في محافظة الفيوم. أنتم تستحقوا أكثر من ذلك. فالأمة العربية وأشقائنا في العرب، دي مش بلد غريبة بالنسبة لكم عشان نحن نضيفكم، هذه بلدكم الثاني. فأهلا ومرحبا بكم في أي وقت وفي أي ساعة ستجدون أهل محافظة الفيوم يستضيفوكم ويرحبوا بكم قبل أن يكون أنا محافظ. لو خبطت على أي بيت في محافظة الفيوم لن تجد إلا الترحاب من شعب المحافظة. طبعا أنا بشكر مجلس الشباب العربي، وبشكر الدكتورة مشيرة والأستاذة ابتسام والدكتورة أمل، الدكتورة ابتسام آسف، على هذه الزيارة وأنهم وضعوا محافظة الفيوم هذه الأرض الطيبة التي بدأت منها الحياة في برنامج زيارة الشباب العربي. محافظة الفيوم محافظة واعدة إن شاء الله بإذن الله سننطلق بها سياحيا إلى العالمية بإذن الله، لأن مقومات المحافظة ما يوجد في المحافظة المقومات وشعب عظيم هيتوح لنا كل هذه الفرص فعلا لننافس عالميا بهذه المحافظة الواعدة في كافة المجالات. محافظة الفيوم محافظة زراعية صناعية سياحية. لدينا منطقة صناعية عملاقة في محافظة الفيوم، لدينا أكثر من 135 مصنع بيصدر خارج مصر. لدينا منطقة صناعية حديثة أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها على مساحة 7800 فدان لتكون أكبر منطقة صناعية ومدينة صناعية في الشرق الأوسط. لدينا الفيوم كلها طبعا يعني غالبيتها 60% من أراضيها أراضي زراعية وصحراوية. ما نقوم به حاليا بتنشيط السياحة في محافظة الفيوم. محافظة الفيوم بتزدهر بكل أنواع السياحة، سواء السياحة الدينية، السياحة الصحراوية، السياحة الطيور ومراقبة الطيور، السياحة المائية والشاطئية في بحيرة قارون، هذه البحيرة العالمية الذي يبلغ مساحتها أكثر من 55,000 فدان. لدينا كل أنواع مراقبة النجوم. استضفنا عدة مؤتمرات وعدة حفلات، آخرها كان مهرجان أشطورة للفنون والموسيقى، حضر فيه أكثر من 3000